الصحة النفسية هي مكون أساسي في كيان الإنسان، فتزويد المريض بالدواء ليس كافياً ما لم يكن متوجاً بالعلاج والدعم النفسي. وعليه فإننا في فريق الدعم النفسي نقوم بمقابلة المرضى في قسم الأورام ومباشرة احتياجاتهم لتلقي الدعم النفسي، سواء كان ذلك عن طريق تقديم الجلسات النفسية أو في بعض الأحيان استخدام بعض العقاقير المضادة للاكتئاب والقلق. كما نقوم بخضاع المريض للتقييم النفسي قبل خضوعه لبعض أنواع العلاجات كالعلاج الكيماوي أو عمليات نقل نخاع العظام، وذلك لتقييم مدى استيعاب المريض لطبيعة المرض ومدى قبوله للإجراء الطبي بما قد يصاحب ذلك من ضرورة الالتزام بالخطة العلاجية. هدفنا هو تعزيز الدعم المعنوي والنفسي للمرضى بهدف التغلب على المرض وشفاء منه بإذن الله.